نيجيريه مغربيه مقيمه في الخارج وهابيتي في ادق بتعليم اللغه العربيه والثقافه المغربيه لابناء مغاربه الخارج. كيف كتعرفوا هذه السياسه انطلق بها المغرب منذ السبعينات، وضعها واحد الاطار ديال اتفاقيه التعاون مع دول الاقامه، وسخر لها يعني نقولوا مبالغ ماليه مهمه وموارد بشريه مهمه من اساتذه ومفتشين ومؤطرين. وفي التسعينات كلفت مؤسسة الحسن الثاني بالإشراف على هذه المهمة، على هذا التعليم، بتعاون وثيق منذ البداية مع وزارة التربية الوطنية بطبيعة الحال. في نهاية التسعينات ارتأت مؤسسة الحسن الثاني أن تقوم بدراسة تقييمية لتجربة تعليم اللغة العربية، لا من حيث الجودة والنتائج، ولكن من حيث التنظيم والتسيير والتجاوب مع المحيط. وبالتالي كانت تمت واحد الدراسة في بعض الدول الأوروبية أدت إلى عدد من الخلاصات، وهذه الخلاصات كانت مكنتنا من إدخال واحد العدد ديال التعديلات واحد العدد ديال الإصلاحات في جوانب متعددة، منها ما يتعلق باختيار الأساتذة اللي غادي يدرسوا اللغة العربية في الخارج، منها ما يتعلق بالوضع يعني الاعتباري لهذ الأساتذة في الدول اللي كيشتغلوا فيها، ومنها كذلك ما يتعلق بتحديد المهام ديال الاساتذه اللي كانوا بالخارج. بدراسه تقييميه جديده، وهذه المره كانت دراسه تقييميه حول يعني النتائج ديال هذا التعليم والفائده من هذا التعليم والجدوى من هذا التعليم. وهذه هي الدراسه اللي قامت بها الهيئه الوطنيه للتقييم ضمن المجلس الاعلى للتربيه، واللي غادي نقدم لكم اليوم، اللي غادي تقدم لكم الان السيده مديره الهيئه السيده رحمه بوكيه، غادي تقدم لكم النتائج الاساسيه ديال هذه الدراسه. سأقدم يعني نتائج هذه الدراسه التقييميه التي طبعا انجزتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى، طبعا بشراكة وبتعاون وثيق مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. لا داعي للتذكير بالسياق فقد ذكر، ولكن أود أن أشير أو أركز على فكرة أساسية في هذا السياق، وهو التقائية مهام المؤسسة ومهمتها وكذلك مهام المجلس، باعتبار أن مسألة الأبناء الجالية المغربية أكدت عليها أيضا الرؤية، سواء تعلق الأمر يعني بإنصاف وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة سواء المقيمين بالمغرب أو المقيمين بالبلدان الأجنبية، وكذلك بجودة يعني هذا التعليم. هذه الدراسة استهدفت يعني أبناء الجالية الذين تلقوا تعليمهم في منذ سنوات، ولكن اليوم اللي هما عندهم أكثر من 18 سنة، بمعنى يعني أردنا أن نعرف مدى تأثير ذلك التعليم اللي كان على ديال اللغة العربية عليهم الآن، وهم يعني ربما من الجيل الثاني والجيل يعني الثالث لأبناء الجالية. باختصار يمكن ان نقول بانه اهم نتيجه يعني خرجت في هذه الدراسه، وان هناك اهتمام كبير يعني بتعليم اللغه يعني للابناء، ويودون ايضا ان يكون هناك استمراريه لهذا
التعليم، ولكن بطرق ربما جديدة، بطرق مبتكرة، يعني من حيث المضامين، من حيث طبعا التجهيزات، من حيث التأطير إلى غير ذلك.